للحديث إذن مشاهدينا أكثر عن قرار وزارة المالية رفع الحجز عن أملاك المتهم بسرقة القرن نور زهير وزوجته أيضا، وعن تداعيات ذلك معنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حامد الصراف. مرحبا بكم دكتور حامد معنا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، حياكم الله. إذن دكتور حامد، في الوقت الذي أقر فيه السوداني بعدم وجود حصر حقيقي للأموال المنهوبة فيما سمي واصطلح على تسميته سرقة القرن، هنا وزارة المالية ترفع الحجز عن أملاك المتهم بهذه الصفقة وسرقة القرن وزوجته. ألم تكن هذه الأموال يعني محصورة؟ كيف يرفع الحجز عنها دكتور؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الكرام. الحقيقة هذه يعني حلقة من حلقات أو مسلسل الفساد المستشري، يعني خصوصا في يعني بصفوف الطبقة أو الطغمة السياسية الفاسدة الجاثمة على صدور العراقيين منذ 2003 لغاية الآن. يعني الغريب أو اللي يعني تعودنا عليه أحيانا نقول هو أنه السيد السوداني نفسه يعني عرض بشكل استعراضي أمام شاشات التلفاز مبالغ، قال أنه هذا جزء من استرديناها من السرقة، سرقة القرن اللي هي أعتقد 2.5 مليار دولار. هذه الأموال أتينا بها كمقدمة، وبعدين يصير تسديد، هناك وعود، هناك التزامات سوف تستعاد الأموال إلى خزينة الدولة، لكن المبلغ اللي عرض أمام الشاشات لم يتجاوز أعتقد 5% من ما تم سرقته. وطبعا السراق ليس فقط هو هذا الشخص اللي بالواجهه او اداه للتنفيذ، يعني مثل ما سموه نور زهير جاسم، لكن هناك طبعا اكيد يقف خلف هذا الشخص عدد من حيتان الفساد اللي هم يعني شركاء، قسم من عندهم وقسم نافذين بالسلطه يعني. فلذلك انا يعني لست مستغربا إذا قلت أنه هذه جزء من سرقات ليست هي سرقة القرن الوحيدة، وإنما هناك سرقات كبرى وراح تظهر لاحقا إن شاء الله وتنكشف حتى في قضية الموازنة، هناك سرقات أكبر من هذه بكثير، يعني تصل إلى مليار دولار، يعني لم يكشف عنها حتى الآن، 100 مليار لم يكشف عنها لحد الآن، 100 مليار دولار، ونقدر نجي في سياق الحديث يعني هناك نعم. إذن يعني عقارات نور زهير الآن هو المتهم الأول في هذه القضية، قضية سرقة القرن، والمرفوع عنها الحجز حتى الآن بلغت حسب ما أعلن وكشف عنه 40 عقارا. من المستفيد إذن دكتور حامد من رفع الحجز عن كل هذه العقارات؟ وتعلم في السنوات الأخيرة وخصوصا في السنة الأخيرة ازدادت أسعار العقارات بأسعار يعني خيالية خصوصا في بغداد. نعم، العقارات هذه إذا كان 40 عقار هي يعني من مثل ما يقولون من أملاك نور زهير، فيعني ليس غريبا أنه تم تحديد بحدود 4000 إلى 5000 عقار مسروق من الدولة وفي بغداد بالذات يعني. وطبعا هناك شركاء في العملية السياسية يطمطمون لنور زهير وللآخرين إذا كشفت العملية، لأنه هناك الحقيقة مافيات فساد، وهناك أصبح الآن الفساد إلى إدارة خاصة، منظومة خاصة يعني، وأصبح متجذر في سرقة خصوصا عقارات الدولة والمال العام. ونعرف جيدا الآن موجودة بالجادرية والكرادة والمنطقة الخضراء في كل نواحي وكل نواحي بغداد الآن عقارات من أغلى ما يمكن، يعني أغلى حتى عقارات في عواصم العالم الآن تم سرقتها، تم الاستيلاء عليها، يعني قصور الرئاسية للرئيس السابق، الوزراء والمسؤولين وغيرهم، هذه كلها كانت تعد من أملاك الدولة. لذلك أنا أيضا لا أستغرب أنه يتم الكشف عن ملفات فساد في بخصوص العقارات ثم يتم الطمطمة عليها لأنه تتدخل بها مافيات ورؤوس وزعماء المافيات وطبعا المتنفذين الآن في العملية السياسية، لأنه في النتيجة إذا تم يعني استكمال التحقيقات والكشف سوف تلوح أيضا هذه الحيتان عملية يعني عقوبة واضحة تثبت من الآن
قبل إسقاط هذا النظام، وهذا طبعا الشعب العراقي أنا أعتقد ليس غافلا عنها، يعني يعرف جيدا أن المسألة تحتاج فقط وقت، لأنه إسقاط هذا النظام الحقيقة سوف يكون وبالا كبيرا على من أتى بهم أيضا، يعني منذ 2003 ولغاية الآن. نعم. إذا تجاوزنا أيضا دكتور حامد هذا المجال، مجال العقارات، وانتقلنا إلى مجال آخر، قطاع النفط مثلا، هو من أكثر القطاعات أيضا في العراق تأثيرا للفساد. كيف أثر هذا الفساد في هذا القطاع أو الجانب المهم الحيوي في العراق، الذي كما تعلم يعتمد العراق في ميزانيته على النفط، في كيف أثر من خلال هذه السنوات يعني السابقة؟ يعني مجال تهريب النفط أو سرقة النفط وأموال واردات النفط الحقيقة كثيرة ومتشعبة. نعم. يعني لا ننسى أنه يعني مناطق أو منافذ تصدير النفط عديدة الحقيقة، بهن أنابيب يعني ما نسميه أو ما يسموه أيضا الأبي. يعني في جنوب العراق في البصرة في بعض الموانئ هناك أبيات خاصة لشخصيات إذا كان دينية وإذا كان مدنية، هؤلاء يصدرون النفط عبر يعني بواخر أو حاملات نفط صغيرة إلى الخليج وتباع. هناك أيضا صهاريج النفط، أيضا يكسر الأبي مثل ما يقال أو الأنابيب الرئيسية في بعض المناطق، مناطق إنتاج النفط، وتملأ وثم يباع يعني بأسماء كثيرة. هناك أيضا في منافذ الحدود في المنطقة الشمالية، لا ننسى أيضا يعني في نفط كركوك و الموصل، صار ايضا في شخابور منطقه ايضا لتهريب النفط. نعم. هناك حتى في قضيه تهريب النفط او تصدير النفط بين قوسين بدون يعني موافقه شرعيه او موافقه رسميه من الحكومه العراقيه عبر ميناء جيهان التركي، وحسمت القضيه في وقفت التجارة الدولية في باريس وعرف بها الحكومة التركية، ثم وقفت تصدير النفط. الآن النفط العراقي لا يصدر عبر الميناء لأنه كان يصدر بطريقة غير شرعية، وواردات تذهب إلى حكومة شمال العراق إلى إقليم كردستان. هذه طبعا منافذ هذه والتهريب النفط وسرقته وبيعه أصبحت القضية مؤثرة جدا، لأنه العراق لا يستحصل على كل الواردات التي يصدر النفط، ويجب أن يكون ريعة لتنمية اقتصادية مفيدة للشعب العراقي. طبعا هذا ضرر كبير، لأنه هناك مافيات وحيتان فساد وأقطاعيات سياسية هي التي تستفيد من واردات النفط أكثر من ما يستفيد منها الشعب العراقي. نعم. إذن عبر سكايب الأكاديمي والبحث السياسي دكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لكم.